السلام عليكم. اليوم نعود إلى المشروع نتاع طريق السيار اللي يربط مدينة زوزو بولاية البويرة وبطريق السيار الشرق غرب. إذا هذا الطريق اللي يعني على امتداد حوالي 60 كيلومتر يعرف يعني عودة للأشغال بعد ما عرف عدة يعني توقفات وعدة تأخرات منذ يعني الآن رانا في حوالي 10 أو 12 سنة من انطلاق هذا المشروع. إذن فيه يعني تضافر للجهود لإتمام الشطر يعني آخر شطر 17 كيلومتر الأخيرة ما بين دراع الميزان وطريق السيار شرق غرب. إذن فيه تضافر الجهود لإتمام هذا الجزء نتاع 17 كيلومتر واللي الآن يعرف يعني بعض الشيء وتيرة جيدة. مازال أشغال أخرى فيه نفق كبير تاع حوالي 2 كيلومترات مازال أشغال فيه. إذن نخليكم تابعوا الفيديو تأخذوا فكرة عن وضعية الأشغال بهذا المشروع. والسلام عليكم. زين 48 كيلومتر يدي تسيلي لبن موسن فارق ذا سنفارس وزيلي سيشد الولاية تيزي وزغار وذري ذا مقران أسمار أملو ذا سنفار ريف كنف وذي ذمسا ذي وين يشدن ير دقس تمناضي سي ثمان واد السبت دراع بن خدا ثذميث أثي يحيى موسى دراع الميزان ذا سنفار ذي الدان الشغالات أكني لاق الحال. اليوم المشروع يعرف انطلاقة جديدة بنفس جديد، العراقيل كلها رفعت، الوكالة المكلفة بإنجاز المشروع وضعت رزنامة نتاع أشغال من أجل استلام 19 كيلومتر لا سيكسيون بريوريتير في أجالها المحددة. المنشآت المتواجدة على إقليم ولاية البويرة عندنا لو في 18 اللي 100% مازال غير التجهيزات يعني لي زيكيبمون مازال لو في 23 نسبة الأشغال الإجمالية راه في 65%. Les ouvrages, comme on a dit, ont été réalisés avec des pieux. تم إنجاز أغلب المنشآت الفنية الكبرى بنسبة 75%. اعتمدنا تقنيات حديثة ودراسة معمقة، كما استكملنا الجزء الأول من الأشغال. سيف السنة تجربة القايين إنجنيور نيجيريين لشغالات وصنفاراقين في الدونة كنيلاق الحال لدغا إيمين السواكسن دقس نعويقا إقلا يتمقر troisième coffrage qui est là. Elle s'est soupe complètement les trois pièces, elle soupe une d'auxer et ardqi men chouya le réglage avec le topographe que chouya l'assemblage de gien inchallah il sera fonctionnel d'ici la fin du mois. كانت لي فرصة العمل جنبا إلى جنب مع تقنيين ومهندسين جزائريين أكفاء، توصلنا خلالها لإنجاز مميز. نحن بصدد إنجاز الطريق الخاص بالنفق، سننطلق في إنجاز الشطر المتعلق بالإلكترو ميكانيك. ذا سنفار مقرن ذي غرناف دقس نعويق مقرن لدغاني يشدن غر الصنف بيكال ذي يعدو فري ذاكي رنغرس ذا ذرير ذين يجان جنيور نيجيريين خدمني سنفارن النظن أناف 37 سنفارن إم قرنن 23 تقنتيار في مقرنين 7 إفردان يسوفغن إذ سين إفردان دو القاع ميلا ذين يشدن غار الشغالات بوفريداقي أثنف بوظن ذقوين يشدن غار إفردان غار 62 ذي المية 75 ذي المية ذقوين يشدن غار الشغالات إسنفارن مقرنن 76 ذي المية للشغالات نيفردان الدول القاعة أسن فارس الكماليس يبض غار 68 ذي المية. احنا سلمنا 10 كيلومتر الأولى فيها أربع محولات وفياجيك وحنا الآن في الجزء الثاني اللي يشمل سبع جسور عملاقة.